مباراتين اتلعبوا في دور ال 16، عندنا النهارده مباراتين، وعلى مدار اليومين اللي جايين ان شاء الله هيكون متبقي لنا بعض المباريات، كل ده هيكون في دور ال 16. ومتعه التحليل بقى وايه اللي بيحصل في اجواء كاس العالم مع الضيف والزميل والصديق العزيز آسر حسين اللي مشرفني النهارده في الاستوديو ومنور الدنيا يا ماسر. ازيك يا غانم؟ المباراه دي دايما نجم على الشاشه وبنبسط ان انا بطلع مع صديقي. انا اللي بنبسط. هاخدك بقى في الملف كده بسرعه، واول سؤال، تروح للانتماءات الافريقيه والمنتخب السنغالي ولا لمتعه كره القدم والمنتخب الانجليزي المدجج بالنجوم؟ تتمنى تشوف مين مكمل في دور الثمانيه بعد كده؟ التمني بتمنى طبعا السنغال، انت عارف احنا بنقسم يا غانم الاولويات، يعني الاول المنتخبات العربيه بعدين نروح لشريان الافريقي، فبتمنى طبعا السنغال تعدي. فيها صعوبه جدا، انجلترا من المرشحين الكبار جدا، انا سمعتك في المقدمه بتتكلم عليهم، اتكلمت على نقط فنيه مهمه جدا. بس التوليفه او الطريقه اللي بدا بيها السنغال المباراه الاخرانيه امام اكوادور تطمن شويه ان ممكن يضايق اي فريق في الكاونتر، يعني الثلاثه اللي هم إليمان إندايا. استنى قبل ما نحلل في سؤال ثاني، بشكل عام بتشجع مين في كاس العالم دلوقتي؟ هولندا خلاص، بعد بقى ما كل دول طلع دلوقتي كل المنتخبات ال 16 الموجودين بعد فوز امبارح كده قلت هولندا ممكن تعملها، العشق القديم دي بقى. احباء رونالدو وميسي كده هيزعلوا منك بقى. ما هو رونالدو طبعا، بص في حته كده نفسي انه ايه الرقصه الاخيره، فنفسي يعني البرتغال توصل بعيد. بس لو فريق يكسب اتمنى هولندا. طيب فنيا، بعض النقاط اللي بتميز المنتخب السنغالي وايضا بعض العيوب والمميزات في المنتخب الانجليزي، من وجهه نظرك ايه مميزات ساوث جيت وايه اللي ممكن يلعب عليه في ملاقات المنتخب السنغالي؟ ونفس الحال، اليو سي سي بيفكر في ايه وازاي يخترق المنتخب الانجليزي؟ طيب سؤال حلو جدا. نبدا بانجلترا، بانه ساوث جيت الحقيقه قبل البطوله غانم ما اداش اي اشارات ايجابيه تماما، ما حققش الانتصار خالص، ثلاث تعادلات ثلاث خسارات في مجموعه الدوري الامم الاوروبيه، خسارات من مباريات مش كبيره، مش قادر يحقق الفوز. تاهل لكاس العالم كان على منتخبات ضعيفه جدا زي سان مارينو، الفوز العريض ب 10 والكلام ده كله ب 10 اهداف، كله ما كانش انعكاس او ما كانش مؤشر ابدا ان المنتخب الانجليزي جاي بقوه. قوة سكواد وقوة اللعيبة والنوعية زي ما انا وانت كنا بنتكلم قبل الهوا، انه هم دول اللي جايين، اللعيبة دي اللي جاية سكواد جامد وجاية من أندية قوية جدا، سيتي وليفربول ويونايتد، أثرت على خلت ان الشكل يبقى افضل شوية. الفوز الاولاني على ايران وكان زي التصريح او ستيتمنت انه ست اهداف، بعدين المباراة بتاعت امريكا يعني شوية كان المنتخب الامريكي نجح بدنيا انه يحرك شويه انجلترا، بعدين الفوز الاخير عشان الصعود على ويلز 3-0 بارتياح جدا. الحلقه زي ما انكم كان الحلقه الاضعف في انجلترا هي ساوث جيت، انت ما تضمنش انه يدير مباراه فنيا من خارج الخط، مباراه كبيره لما انت توصل نوك اوت 16 او للنصف النهائي، ما تضمنش قوي ان الراجل على الخط ده قادر يدير مباراه كبيره. لكن في علامات كويسه حتى فنيا، عمليه التدوير اللي عملها مثلا ناحيه اليمين، عارف ان ووكر راجع من اصابه، تريبي اخذ شويه، ووكر بدا يخش. الثلاثه اللي لعبوا، نخش بقى على السنغال، اليو سي سي الثلاثه اللي لعبوا قدام الاكوادور، انا شايف ان هم في اي هجمه مرتده او كاونتر اتاك قادرين زي اي فريق، يعني إليمان إندايا واسماعيل اسار وبولايا ديا اللي هو اقلهم في اللعيبه طبعا في غياب ماني، الثلاثه دول لما لعبوا على الاكوادور لا عندهم الحلول. فبالتالي كمان انا شايف ان السرعات عندهم ممكن تضايق شويه ماجواير وستونز، على اساس ان دول الاثنين خلاص اللي بيلعبوا في المنظومه الدفاعيه في قلب دفاع انجلترا. على الناحيه الثانيه انجلترا عندها بقى كل الحلول، يعني دول احنا بنتكلم يا عيني على المرتده بس اللي ممكن يعملوا فيها حاجه. انجلترا في كل الخطوط طبعا اقوى بكتير، الثنائيه بتاعه ديكلان رايس وبيلينغهام قويه جدا، بيلينغهام نجم جاي بقوه جدا، فبالتالي بعتقد انه مكسب، ومكسب انه لعب كمان في انجلترا، ورايس لعيب كبير، وديكلان رايس طبعا لعيب ممتاز في الـ في خط الوسط. الثنائيه بتاعتهم دي عامله اداء كويس قوي لانجلترا، ان الاثنين بيلينغهام ورايس بيديروا مساله وسط الملعب، وطبعا عندهم بقى الاجنحه في انجلترا رفاهيه كبيره جدا في الاختيار. فبعتقد انها مباراه هتكون خارج الخطوط بين اليو سي سي وساوث جيت. اليو سي سي ادى اشارات كويسه جدا في مباراه اكوادور ان السنغال ممكن تطمعنا كافارقه انها تروح بعيد، لكن بيصطدم طبعا بواحد من اهم المرشحين. طب ساوث جيت كان بيلعب دايما بنمط ان في ثلاثه ورا وبيطير الاطراف، وفاجئنا في البطوله دي ان هو رجع بقى للطريقه الاساسيه، هو واثق كده في هاري ماجواير وستونز وحاطط اثنين باكين، سواء باك ليفت لوك شو مانشستر يونايتد، والناحيه اليمين زي ما انت قلت في روتيشن عليها. الفكر ده ممكن يتغير ابتداء من مباراه دور ال 16 ويبقى خايف شويه وعنده حذر دفاعي ويلعب بيامن ورا بثلاثه؟ اعتقد مش هيعمل ده قدام السنغال يا غانم، اعتقد هيلعب باربعه، هيخلي المنظومه زي ما هي، بحس ان اللعيبه اتعودت عليها. الخوف بس انه هتبقى الفكر مين اللي هيرجع من وسط الملعب يحاول يغطي مع الاربعه في المرتده بتاعه السنغال، حد من نص الملعب هو اللي هيكون بيقوم بالدور ده. في ماتش من الماتشات لعب ديكلان رايس وبيلينغهام، وكمان نزل اندرسون، فكانت سوليد قوي زياده عن اللزوم ان في
لعيب في ثلاثه في وسط الملعب، ما اعتقدش هيعمل ده النهارده، هيعمل ده في مباراه بالليل يعني. لكن بعتقد انه هيلعب، هيبدا باربعه المره. طب الحيره اللي عنده في اللعيبه الجاهزه اللي كلهم فت وكلهم نجوم في فرقها في الخط الامامي وما يليه، يعني هاري كين اكيد حاجز مكانه بصفه اساسيه، وحتى انا مش فاكر مهاجم منتخب انجليزي مهاجم صريح مهاجم صندوق بينافس هاري كين على مدار اخر اربع خمس سنين. بس وفره بقى كبيره تحت، رحيم ستيرلينج، راشفورد، متواجد بوكايو ساكا، متواجد جريليتش، متواجد فودن. شايف الفكر بتاع ساوث جيت ممكن يميل لانهي وهو جربهم في كل الماتشات كلهم؟ يعني بتفق معاك جدا، ما عندوش مشكله ابدا في رقم 9 هاري كين يلعب على اي حد. حتى الكلام كان يعني كالم ويلسون حتى يمكن بيميل للجناح شويه، الكلام على انه في ناس ما اتاخدتش زي ابراهام او ايفن توني. يمكن ايفن توني كانت فورمته اعلى، ابراهام كان متراجع جدا مع روما اخر كام اسابيع في الدوري الايطالي، فبالتالي هاري كين طبعا يلعب على اي حد. فكره بقى الاوراق مهما حصل يا غانم، مهما حصل، مع احترام لجريليتش، مع احترام لكل اللعيبه اللي بتنزل وستيرلينج، فودي ما ينفعش يقعد احتياطي صراحه، ما ينفعش يقعد احتياطي. فالكلام على انه انا كنت بريحه كلام طبعا بعيد جدا عن الوعي الفني، ان انت عندك لعيب بالقيمه دي على الخط. انت تلعب بمين الثلاثه بالنسبه لك المميزين؟ تحط هاري كين وتحتيه مين الثلاثه كده؟ انا احط فودن طبعا ناحيه يمين اي حد، بس ناحيه الشمال الاوفرلود ده اللي هتعمله مع لوكشو محتاج جدا فودن فيه على جريليتش، مفيش كلام. جريليتش ممكن كويس كورقه، لكن فودن انت محتاجه جدا جدا جدا. ماشي، قول لي الاثنين التانيين برضه. ماشي، هيبقى احنا قلنا هاري كين ناحيه شمال، فودن ممكن احط ناحيه ممكن ستيرلينج. ممكن ستيرلينج، وبعدين بقى عادي مع الوقت ممكن تنزل اي حد يعني. يعني طيب، كره المنتخب الانجليزي دايما في امور كتيره والجاهزيه، ودايما انا هروح لحته كانت بتعيب المنتخب الانجليزي دايما، بتحس ان هم مش عارف الغرف المغلقه وقلب الرجل الواحد والتيم وورك والحاجات. حط كل المصطلحات بقى بتاعه الجماعه بتوع الموارد البشريه في المنتخب الانجليزي السنه دي، حاسسهم مختلفين يا اسر؟ طبعا. انت حطيت ايدك على حته مهمه قوي، حته الروح بره الفريق. يمكن كانوا بيجوا بصراعات ممكن من انديه قبل كده، وشفنا في خناقات قبل كده في المعسكر بين اللعيبه بسبب حاجات حصلت بره الملعب في الدوري بينهم في التنافس بين الانديه. لكن المرات تحس اللعيبه بتحب بعض، الدمج بين عناصر خبره زي هاري كين ونسبيا ماجواير وكده مع الجيل الصغير اللي طالع. بعتقد كمان الاعمار السنيه المره دي كويسه قوي للمنتخب الانجليزي، يمكن كان دايما بيجي مدجج بالنجوم بس يمكن المعدل العمري كبير شويه، المره دي توليفه كويسه جدا. يعني الرايزنج ستارز او البروسبكتس اللي احنا بنقول عليهم، هتلاقي ابرزهم، هتلاقي فودن، هتلاقي بيلينغهام، هتلاقي لعيبه معظمهم من انجلترا وفي سن صغير. فبعتقد دي ميزه مهمه جدا للمنتخب ده. طب عشان نقفل صفحه السنغال وانجلترا، اتوقع نتيجه الماتش عشان نلحق نكمل بقى الماتشين اللي اتلعبوا امبارح والماتش في فرنسا وبولندا برضه. بص، هو 65 طبعا، 65 35 لانجلترا طبعا نسبه الفوز انجلترا الاعلى. انا بتمنى ان السنغال تفاجئ وتعمل حاجه تزود المتعه في الكاس اللي مالوش كبير ده. طيب، التصريح الثاني تشيزني وليفاندوفسكي لوحدهم بيلعبوا منتخب مدجج بالنجوم، رايك في التصريح ده ايه؟ وهل بالفعل بولندا المنتخب اللي محدش شايفه وممكن يبقى عنده فعلا فرقه قويه وممكن تضايق المنتخب الفرنسي في ظل بقى الاخطاء بتاعه ديشامب والعنطزيه؟ يعني هو حاسس بنفسه شويه وحاسس كمان بقيمه فرقته. بص، تشيزلاف ميخنيفيتش المدرب الفني لبولندا غانم، عارف قوي لما تيجي مع بلد ما عندهاش قوي استحقاقات، بتبقى عارف انه البلد كلها بتحملك ان انت طب نوصل لدور ال 16 لتاني مره من 86. هو حقق ده، سواء طبعا النتائج ساعدته، فرق انذار، الهدف اللي سجله سالم الدوسري، المفروض طبعا كل بولندا تشكره، خلى بولندا تصعد على حساب المكسيك. فبالتالي صعود ايا كانت الطريقه، صعود مهم جدا تاريخي ليهم يعني. هو مدرك تماما ان بولندا والشعب البولندي عايز يروح في ابعد حاجه عشان يكتب التاريخ. تشيزني وليفندوفسكي طبعا اكتر اثنين يعني عندهم نجوميه واللي ساهموا ان المنتخب يصعد، يعني تصدي الاكثر حسما ضربتين جزاء ممكن يغيروا النتيجه محدش عملها في دور المجموعات خالص غير تشيزني. كمان حتى ضرب جزاء السعوديه لو تفتكر يا غانم على مرتين، الاول شالها من سالم، بعدين المتابعه شالها مرتين. انت تصد كمان ضرب الجزاء في نص الماتش من ميسي، حاجه قويه جدا. فهو حاضر جدا ذهنيا تشيزني، يمكن كان عنده صعوبات شويه في انه يحجز مكانه الاساسي في يوفي ومستواه بينزل وبيطلع، النهارده بيثبت ان هو الاحق والنجوم كبير جدا، وطبعا انه ساهم ان منتخب بلده يصعد. ليفاندوفسكي طبعا قيمه اللعيب ده بينقلها مع بلده انه بيقدر يعمل الفارق، وشفنا ده في منتخب السعوديه اللي كان افضل بكتير في المباراه، لكن ان ليفاندوفسكي كان في الفورمه قدر انه يخلي بولندا تصعد. بعتقد هيعمل كل حاجه تشيزلاف ميخنيفيتش انه يحاول يوصل المباراه لاكثر دقائق ممكنه ويتعب المنتخب الفرنسي في انه يقفل عليه جدا وراه، هيامن دفاعيا. على الناحيه الثانيه ديدي شو زي ما انتقدناه كتير جدا يا غانم في انه برضه معاه كتيبه هو ما يستحقهاش، او فنيا مش بيدي الكوره اللي محتاجاها فرنسا. لكن الحقيقه انا بشوف انه باستثناء مباراه تونس
صمم على قرارات فنيه معينه ونجحت، رهاناته على جريزمان في المركز ده في وسط الملعب عشان ما يخسرش حد من جناحات لامبابي ولا الناحيه الثانيه ديمبلي. اعتقد انه كان ناجح جدا في الرهان ده، جريزمان اكتشاف جديد في المكان ده، ما افقدش وسط الملعب اي لاعب، وفي نفس الوقت قدر يستفيد من الجناحين. فمباراه فنيه اعتقد ديشون محتاج انه برضو ياكد انه الرهان على خياراته هتنجح قدام بولندا. بعتقد فوز طبعا مريح لفرنسا على الاقل، يعني بولندا ممكن تتعبهم في انها يتاجل التسجيل، لكن فرنسا الاقرب طبعا. فبالتالي مباراه الاثنين عندهم دوافع مختلفه. عارف لما بنقعد فتره كده نقفل ملف وبعد 10 سنين فجاه تحصل تفجيرات، ده اللي حاسه هيحصل في المنتخب الفرنسي. وهنا بقول لك بقى حكايه بنزيما وتصريحات ريال مدريد ان هو جاهز ولا مش جاهز وحاجات كتيره الحقيقه مش عارفين الحقيقه فين. واعتقد ان مع اعتزال بنزيما او الشرط الثاني ان فرنسا تخسر كاس العالم هنشوف مفاجات كتيره. ان هو انا تابعته في اول مؤتمر صحفي لما سئل عن ليه ما استدعتش لاعب بديل كريم بنزيما، قال انا حر يعني الراجل. عشان كده بقول لك حاسس بنفسه شويه. في خبايا كتير جدا اعتقد يا غانم، انت عارف منتخب فرنسا عودنا جوه الغرف المغلقه في كوارث بتطلع في اوقات معينه طبعا، ونفتكر للاسف ازمه فالبوينا وبنزيما قبل كده وابتعاد بنزيما عن المنتخب كتير. اعتقد ان في حاجات فعلا في الافق زي ما انت قلت، لكن لو الفوز بيغطي دايما على الموضوع ده، الفوز لو فرنسا فضلت تتقدم مش هنلاقي الملفات دي اتفتحت، لو لا قدر الله طلعت من بولندا هنلاقي طبعا كوارث بتطلع وحاجات في الكواليس ويعني امور خارج الملعب خالص هتتقال يعني. طيب اخدك بقى سريعا لمباراه امبارح، انت راجل بتشجع هولندا ورحت هولندا طبعا كتير، يعني عايز اتكلم معاك عن مصنع النجوم. هم دايما انا بتكلم برضو كان كلامي على بي اس في ايندهوفن واياكس، واي لعيب اتميز في حياته كده هتلاقيه عد دايما على الدوري الهولندي، ومؤخرا الدوري البرتغالي كمان بيقدم لنا نفس الطابع بالاضافه الى الدوري الفرنسي يعني. شايف ايه اسباب تفوق هولندا امبارح، وليه بتقول ان هولندا بينت للعالم كده انها منتخب قوي؟ طبعا نبدا باسباب اللي حصل. انت عارف يا غانم انه ولو انت كنت بتكلم قبل الهوا انت كنت بتقولي بتحب الجيل بتاع ديفيدز وكده، هولندا دايما عندها زي ما انت قلت مصنع نجوم، وبتخلي الناس غصب عنها تتعلق بنجوم هولندا. وكل الناس بتسال السؤال المليون دولار كويستشن، يعني اللي هو ليه هولندا ما خدتش كاس عالم بكل الاجيال اللي طلعتها للكوره دي. كان في طبعا ندره شويه في النجوم من بعد جيل 2014 لما اعتزل فان بيرسي وروبن والناس دي، كان في مشكله كبيره جدا. غياب عن يورو 2016 بعد هولندا شويه عن انها ترجع منتخب كبير او الترشيحات، مع غياب عن روسيا 2018 مونديال روسيا بقت الناس تسال هولندا فين، لحد ما هم كان فرانك ديبور ماسك الفرقه وبدا يحصل خسارات كثيره جدا وخسارات بسكور. رجع بالتالي كان قرار الاتحاد الهولندي انه يسالوا او يطلبوا من فان جال يرجع من اعتزاله التدريب ويمسك المنتخب الوطني، ولبى طبعا الطلب في النهايه فان جال ورجع من الاعتزال الدولي ومسك الفريق من 21 لحد النهارده يا غانم 19 مباراه بلا هزيمه، نقله كبيره جدا في الفريق. رغم ان هولندا دلوقتي ما عندهاش الفريق اللي انا وانت كنا متعلق بنجوم طول عمرنا، قدر يعمل دمج بين لعيبه الصغيره وبين لعيبه متمرسه شويه او لعيبه نجوم في فرقها. فبالتالي فان جال طبعا بصمته واضحه جدا، واخد الامور بهدوء جدا خطوه خطوه. يمكن في منتخب في المجموعات شفنا انه واخد كل مباراه بماتشها ماشي واحده واحده. قبل المباراة قدام امريكا ما تحسش انه الفروق واسعه قوي او ان هولندا هتكسب فوز مريح او شرس، لكن حقيقه في المباراه 3-5-2 بامتياز لعبها، استفاد ان دومفريس متعود عليها الجناح مع انتر ميلان، 3 اهداف عن طريق اللاعب ده، هدفين بيلعب العرضيه البرازيليه على الارض، مره يقطع اللي جاي من ورا ديباي، المره اللي بعدها الباك العكسي بليند يجيب الجون الثاني، المره الثالثه بليند الباك الشمال يلعبها للباك العكسي دومفريس يسجل الهدف الثالث. فبالتالي استفاد جدا من 3-5-2، مرتاحين قوي اللعيبه فيها، مستفيد من خبرات فان دايك ورا، مستفيد من ان فرانك دي يونج لقى نفسه بعيد عن اجواء برشلونه والشحن وانه ما بيلعبش مادي. جاكبو طبعا حدث ولا حرج، لعيب في السن ده غانم كل انديه البريمير ليج بتخانق عليه، 34 مساهمه 18 هدف و 18 اسيست و 16 هدف في السن ده 23، هو طبعا تبقى الخناقه اللي جايه. فبالتالي هولندا عندها اوراق كتيره جدا، واداء امبارح يقول لك انها قادره تروح بعيد. طيب عشان الوقت ما سرقناش، هتشوف بقى هولندا عامله ازاي قدام الارجنتين، وبرده تبرز لي اللي الارجنتين قدمته امبارح في مباراه امام استراليا. ارجنتين بدات تقول للناس انا دخلت المونديال من اخر شوط في دور المجموعات، الشوط الثاني امام بولندا بدات نلعب، يعني لعب الارجنتين بدا يظهر، الكوره بيوصل للجون بسهوله. الحاجه الثانيه والرهان يا غانم اللي شفناه امبارح ان لو ميسي فايق الفرق الارجنتين بتلعب كوره. يعني انا بعتقد ومش ببالغ لما اقول ان فعلا ميسي وصل الدوحه امبارح، بس ده اداء افضل لاعب في العالم اللي احنا شفناه. ميسي لو في الفورمه امبارح حرك الفرقه كلها، حتى كره الهدف بدات من ضربه حره هو اللي لعبها، وصمم انه ياخد الكره تاني ويكسب السكند بول، يلعب باص دبل باص ويجيب الهدف، ماتش فتح، بدا هو يبقى فايق،
نشوف الدريبلينج بتاعه بتاع زمان. تحسه برضه مختلف عن ما كان بيلعب في الدوري الاسباني، والكره السريعه بتاعه الباصات الكتيره بتاعه المنتخب الاسباني ده، ده الجون ما بيغلطش في اسبانيا، بيباصي صح. يعني ميسي ده لو كان اتجنس فعلا وعرضوا عليه الجنسيه زمان مع اسبانيا كانت اسبانيا دي خلاص بقى راجل بقى اسطوره برشلونه كاس العالم خمس مرات ولا حاجه. مظبوط فعلا. فهو بيفتقد طبعا سرعه تدوير الكره بتاعه برشلونه، لكن امبارح حسيت لعيبه كمان ساعدته انه يعملوا الاداء ده. فبالتالي الارجنتين اداء امبارح بحس انه برده اعلان بقوه ان احنا يمكن في دور المجموعات وخسارتنا امام السعوديه ما ظهرناش بالشكل القوي ده، او كانت نسخه محبطه شويه، لكن المنتخبات دي بالذات بتعلى مع الادوار كل ما تتاهل. يعني شفت هولندا نسخه تانية، ارجنتين اعتقد هتعلى اكتر. مباراه هولندا طبعا انه يتقابلوا في الدور ده بتتكرر، اتقابلوا قبل كده في نصف النهائي بس الدور ده بيتكرر في 98 والجون بتاع بقى قبل نهايه الحلقه. احنا دلوقتي قدام تو سايدز، سايد متواجد فيه منتخبات دلوقتي اصبح خلاص عندنا هولندا والارجنتين تاهلوا، هننتظر الفائز ايضا من اليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا الجنوبيه. ده سايد بتشوف مين فيه المنتخب اللي هيقدر ينازع ويكمل لحد المباراه النهائيه. طيب البرازيل كانت تقريبا المرشح الرئيسي يعني لحد ما قابلت فريق منظم او عرف يضايقهم فنيا شويه هو الكاميرون. ده مؤشر برضو خطير ان البرازيل اللي احنا حاطينها وسكواد وكلام، مع طبعا غياب نيمار، مع طبعا اخبار ان خيسوس طلع عشان من كاس العالم اصلا عشان مشكله في ركبته، فبالتالي انت ما عندكش مهاجم صريح غير لو طبعا هتلعب بريتشاردسون. فازمات كتير قوي دخلت فيها البرازيل مع الخساره امام الكاميرون في الدقيقه الاخيره. محتاج تيتي نويز بتعكس ده. الجبهه دي اعتقد اللي فيها البرتغال وكده بتبعد عن الناحيه الثانيه. فالناحيه دي طبعا برازيل اكيد. يعني والبرازيل لو التقت مع الارجنتين مين فيهم هيوصل النهائي برضه؟ هيقابلوا بعض في نص النهائي بقى، فساعتها في بالمستوى ده ارشح الارجنتين تكسب. ما بقول لك حد من يعني الارجنتين هم الاثنين طريقهم سيمي فاينل. طيب السايد الثاني متواجد فيه بقى النهارده عندنا ماتش انجلترا والسنغال، عندنا فرنسا وبولندا، المغرب واسبانيا، واخيرا البرتغال وسويسرا. شايف المنتخبات القادره انها تقدم مستويات جيده في بطوله كاس العالم بشكل عام من الناحيه او السايد الثاني ده؟ فرنسا هتخش تعلن ده في الجبهه في الناحيه دي غانم بشراسه كبيره جدا، اللي هو انا جاي وبنافس على ثاني بطوله عالم ما فيش اي مشكله. المغرب على عكس ما ناس كانت متضايقه انها المغرب ان اسبانيا خلصت تاني وهتلعب، بعتقد انها عندها قدره انها تفوز وتروح بعيد. المنتخب اللي احنا فعلا بنراهن انه يقدر يكتب التاريخ المره دي كمنتخب عربي كمنتخب افريقي. طيب بالنسبه لي يعني السؤال اللي دايما بيحوم حول المنتخب البرتغالي، بما اننا برضو بنتكلم على السايد اللي فيه البرتغال وكريستيانو رونالدو، زي ما اتكلمت على ميسي وقلت هو امبارح وصل الدوحه، شايف ان يعني الاجواء اللي في المنتخب البرتغالي وكريستيانو رونالدو ممكن برضو ابتداء من دور ال 16 يبدا يعلن عن نفسه ويحس كده بقى في الغيره اللي كانت بينهم دايما في الكلاسيكو بقى وفي الليجا والدوري الاسباني ممكن تتنقل للمنتخب البرتغالي، ومحبي كريستيانو يعني هيشوفوا ازاي البرتغال في مواجهتها امام سويسرا. طبعا خلاص بقى طالما الاثنين وصلوا احنا الرأسة الاخيره الاثنين، يعني كل التنافس اللي انت بتتكلم عليه بينهم هينتقل يعني الاحتكاك الدولي ما بين ارجنتين وبرتغال. اعتقد البرتغال كفرقه تساعد جدا كريستيانو انه يسجل، تساعد انه يظهر بشكل متالق جدا. الفرقه كلها يعني عنده ناس كتير تحت مركز المهاجم بتحضر، برونو دايما بيصنع له اهداف وبيدي له فرص كتير جدا قدام المرمى. فبالتالي هنشوف نسخه مغايره اكيد من كريستيانو، لان هو كمان يعني متمرس جدا في الماتشات اللي هي نوك اوت او الماتشات اللي هي اللي فيها ان فريق يطلع مغلوب، فاعتقد هيكون ذهنيا حاضر ويقدر يساعد بلده طبعا انها تروح بعيد. طب المفاجات هتكمل في بطوله كاس العالم، باننا بقى بنشوف اول مره من فتره كبيره جدا كوريا واليابان، ولو هنحسب ان استراليا كانت معاهم في دور ال 16 بما انها بتصفي في الاخر مع اسيا، شايف المنتخبات زي دي مع كرواتيا اللي برده بتتسحب الخطى كده واحده واحده، مع بعض المنتخبات الاخرى زي سويسرا، منتخبات ما كانش عليها الضوء، هل هيحصل مفاجات ثانيه ولا هنلاقي دور الثمانيه ده منتخبات قويه بقى هولندا والارجنتين وفرنسا وباقي المنتخبات؟ اعتقد انه ردنا على سؤالك يا غانم ان ممكن نشوف مفاجات، لان انت هتلاقي ان في ابطال عالم طلعوا. فمثلا هتقول ايه، طب انا في كام بطل عالم، هنحسبها كده، في كام بطل عالم من ال 16 موجودين، هتلاقي خمسه تقريبا. هتلاقي البرازيل وفرنسا دول خدوا بطوله عالم، 11 فرقه تانيين عمرهم ما خدوا بطوله عالم. فالنسبه هتقول طب حد من ال 11 بقى يطلع المره دي، يعني يحاول يوصل بعيد وهو اللي حقق بطوله العالم. انت بتتمناها هولندا؟ انا بتمناها هولندا. خلاص هولندا خدت كاس العالم، هبارك لك على الهواء. اسف شرفتني ونورتني ودايما متالق، وان شاء الله في ايام جايه كتير بقى نوصي كريم بقى تبقى منور الشاشه غانم، وبنبسط دايما لما بطلع معاك. وانا كمان. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا مع المتميز آسر حسين اللي عنده كل المعلومات، يعني كفايه ان هو قال اسم مدير فني بتاع بولندا لحد النهارده، يعني بحاول اتجنب خالص الاسم. اسمه ايه تاني؟ تشيزلاف. تشيزلاف خيمينوفيتش. لا ده اسم تاني. عجبك انت تقول. وصلنا يعني معاه لنهايه حلقتنا النهارده.